السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو نتمنى كذلك تكونوا كلكم صحه جيده. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوا عليا، يسول فيكم الخير والربح. غبرت عليكم ظروف صحيه حاليا، راه باقه في فتره ديال العلاج، باقي يدي كضرني. وراكم عارفين فاش كضرك يديك، راه ما كتقدري ديري بها باقي حتى حاجه. هادشي علاش غبرت عليكم، غير ان شاء الله تسالي هذه المرحله ديال العلاج، وان شاء الله فاش تبرى يدي نرجع معكم ونحط لكم الوصفات. بزاف كيصيفطوا لي توحشناك احسنا، فين غبرتي، توحشنا وصفاتك، والله الا انا توحشتكم. غير ان شاء الله نولي لاباس ونرجع معكم، دعيو معايا البنات. بالنسبه لهذا الفيديو، راه هو فيديو قديم، راه كنت حطيت لكم فيديو قصير على هاد الحلويات، وقلت لكم راه تسناو زعما الوصفه غنحطها لكم هاد الايام، ولكن كان ظروف العمل، كنا ديما خدامين طلبيات، وما كانش عندي الوقت باش ندير المونتاج. دابا هاني راه جالسه غنشارك معكم كاع هاد الحلويات اللي كتشوفوا معايا دابا في الفيديو. واول حلوه غنبدا بها هي النوكا، هي صابلي بالنوكا. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعجينه ديال صابلي، غنحتاجوا فيها نص ربع ديال الزبده، ومن الافضل انها تكون زبده حيوانيه. كتكون بالحاره ديال المطبخ، كنديروا معها رشه ديال الملحه. وهنايا غادي ندير معها 75 غرام ديال السكر كلاصي او كاس عنبه، يعني كيكون كاس لاروب كاس معمر ديال السكر كلاصي او السكر بودرة. هنا نقصوا في الكميه السكر، لان الحلوه غادي نديروا معها النوكا باش ما تجيناش حلوه بزاف، يعني كنديروها غير هذا القياس في السكر كيجي مزيان. من بعد كنزيد معلقه صغيره ديال بودره ديال الفاني، او ممكن ديروا سائل الفاني اللي متوفر عندكم. غادي نخدموا الزبده والسكر مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم، عاد من بعد غادي نزيدوا باقي المكونات. من بعد ما خدمنا الزبده والسكر مزيان، كنزيدوا البيضه اللي كتكون كامله، من الافضل البيض حتى هو يكون بالحاره ديال المطبخ، يعني ما يكونش في الثلاجه. غادي نزيد كذلك ربع كاس عنبه ديال زيت المائده. هاد الكاس اللي فيه الزيت راه هو كاس صغير، غنوريكم القياس تقريبا. هاد الكاس الكبير ديال العنبه اللي مولفه كنشدوا به كاع العبارات، كديروا ربع كاس عنبه ديال الزيت، ولا بغيتوا القياس بالغرام فهي 40 غرام ديال زيت المائده. صافي غنخدموا المكونات ديالنا مزيان. من بعد غادي نزيدوا نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، او نص كيس ديال الخميره ديال الحلويات. بالنسبه للدقيق، كنحتاج تقريبا 300 حتى 350 غرام ديال الدقيق، على حسب نوع الزبده اللي درتو. الا درتو الزبده حيوانيه غتحتاجوا 350 غرام ديال الدقيق بالضبط، ولا درتو الزبده اللي كتكون نباتيه غتحتاجوا كميه اقل. هنا ديما ما ديروش الدقيق كله في دقه واحده، يعني كديروا شويه بشويه حتى كتشوفوا العجينه ديالكم تجمعات صافي وكتحبسوا. بالنسبه للعجينه ديال صابلي، كما معروف عليها ما كدلكش، يعني ما كندلكوش العجينه، كنجمعوها فقط بالاطراف ديال الاصابع. بالنسبه للدقيق كذلك، خص يكون النوعيه اللي كتكون خاصه بالحلويات، وما ديروش الدقيق اللي كيكون خاص بالخبز. يعني ملي كتشلو الباكيه ديال الفورس، غتشلو الفورس اللي مرسوم فيه الحلوى، وما تشلوش الفورس اللي كيكون مرسوم فيه الخبز. هذا كيكون خفيف، يعني ديال الحلوى كيكون خفيف وهو اللي كيصدق لينا في الحلوى. كما شفتوا معايا مباشره، كنبدا نسرح في العجينه بين جوج ديال الورق الطاي، او كديروا جوج ديال البلاستيكات. ما كنخليوش العجينه ترتاح، هنايا انا كنسرحها مباشره كما شفتوا معايا، وكنقطعها، ومن بعد غادي نستفها في الطاوه وندخلها الطيب. بالنسبه للقطاعه، انا من بعد غنشرح لكم مزيان على القطاعه اللي غادي تخدموا بها. انا كنوريكم السمك ديال العجينه، خصها تكون شويه غليظه، لان غادي نديروا غير طبقه واحده ديال صابلي، عاد من فوق منها غادي نديروا النوكا. كما قلت لكم خليوها في هذا السمك، كتكون شويه غليظه، ما كنرققوهاش بزاف. انا غادي نستفوها في الطاوه، الفران كنشعلو على 160 درجه. كنشعل الفران على 160 درجه، النار كنديرها من الفوق ومن التحت بالنسبه للفران ديال الضو. اما بالنسبه للفران ديال الغاز، غتشعلو عليه العافيه فقط من التحت، وتخليه حتى يذهب اللون ديالو. ما كنطيبو الصابلي بزاف، ما كنحمروش بزاف، لانه باقي غادي يرجع يدخل الفران. يعني فاش تشوفوا اللون ديالو هكا ولا مذهب، صافي خرجوه من الفران. بالنسبه للشكل ديال الصابلي، ممكن ديروه دائري، ممكن ديروه اوفال، ممكن ديروه مربع او مستطيل، على حسب المول ديال السيليكون اللي غتخدموا به النوكا من بعد. يعني هنايا ماشي كنقطع الشكل كما بغيت انا، كنقطع الشكل كتقطعوا صابلي بالقياس ديال المول اللي عندكم. يعني هنا كما شفتوا معايا، انا خديت هذه القطعه اللي هي في نفس القياس ديال الدوائر ديال المول ديال السيليكون. الا كان عندكم مول على شكل اوفال، غتقطعوا بقطعه اوفال، المهم تجيكم في نفس القياس ديال المول ديال السيليكون. نتمنى يكون الشرح واضح. وهنا في كاسنا على النار، كنوضع 150 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الجليكوز، و120 غرام ديال الماء. انا هنا وضعت المكونات ووضعت الكاسون على النار، وما رديتش البال بانني ما صورتش،
ورجعت كسرونة باش نوريكم. كتوضعوا السكر والماء والجليكوز في كسرونة وكديروهم على النار. غادي نخليوهم يغليو شويه حتى كيذوب لينا دوك الحبيبات ديال السكر. بالنسبه لباقي المكونات اللي غادي نحتاجو في النوغا، غادي نحتاجو 75 غرام ديال العسل اللي يكون نوعيه جيده، يعني هنا كنستعمل العسل الحر. عندي 75 غرام ديال الزبده اللي خصها تكون حيوانيه، في هذه المرحله ضروري تستعملوا الزبده اللي تكون حيوانيه، يعني ما كديروش الزبده نباتيه، ضروري انكم تستعملوا زبده حيوانيه. بالنسبه للكريمه عندي كذلك 75 غرام ديال الكريمه، كنستعمل هذا النوع هذا اللي كيدير الثمن ديالو 49 درهم، تلقاوه في المحلات او في المتاجر الكبرى. غنحتاج 400 غرام ديال اللوز ايفيلي او رقائق اللوز، وغادي نديروا 150 غرام ديال الفواكه المعسله. بالنسبه لهاد الفواكه المعسله اللي ما بغيتوش ديروهم، ممكن ديروا الكميه ديالهم لوز، يعني في عوض انكم ديروا 400 غرام ديال اللوز ايفيلي غادي ديروا 550 غرام ديال اللوز ايفيلي او ديال رقائق اللوز. هنا من بعد ما غلى عندي الخليط ديال السكر والجليكوز والماء، انتم تشوفوا بان حبيبات السكر ذابوا تماما، وغادي تشوفوا بان الخليط ديالكم بدا كيدير هاد الفقاعات الكبار. هنا صافي غير كنشوفوا وصل هاد المرحله وكنبداو نزيدوا باقي المكونات. كما شفتوا معايا هاد النوكا كنديروها على مراحل. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديالها، في المرحله الاولى كنديروا الماء والسكر والجليكوز على النار، كنتسناو عليهم حتى كيذوب السكر وكتجي فيهم الغليه. عاد من بعد كنزيدوا في المرحله الثانيه الزبده والعسل والكريمه، كنخليوهم كذلك على النار، كنخليوهم يبداو يغليو تقريبا واحد جوج دقائق. عاد من بعد غادي نزيدوا في المرحله الثالثه اللوز والفواكه المعسله. غير تشوفوا الخليط ديالكم بدا كيفور او كيغلي بهذه الطريقه هذه، غتبداو تحسبوا جوج دقائق. يعني من بعد ما يغلي الخليط ديالكم مده ديال جوج ديال الدقائق، غادي تزيدوا اللوز ولي فخوي كونفي. صافي هنايا من بعد ما زدت رقائق اللوز مع الفواكه المعسله، غنبدا نخلط بهذه الطريقه. العافيه راه باقي ما طفيتها، يعني النار باقي مشعوله من التحت، غير هي كتكون عافيه اللي ناقصه. غادي نحرك المكونات ديالي شويه على النار، واخا يبان لكم هاد السائل هكايا كتير، راه غير كيبدا يبرد هاد الخليط وكيتشرب داك السائل كامل. هنا كاخر حاجه كنديرها وكاخر اضافه اللي كتعطينا طعم زوين لهاد النوكا، هي هاد الرشه ديال الملحه. ضروري انكم ديروها، يعني كديروا تقريبا واحد جوج غرام ديال الملحه، وكديروا شويه ديال بودره الفاني. كنخلطوا النوكا ديالنا مزيان. صافي وها هي واجده، وهذه هي النوكا من بعد ما وجدتها. كما كيبان لكم راه ما كيبقاش فيها هذاك السائل كتير، غير هي صافي كنطفيو عليها العافيه، وكيبدا داك اللوز كيبدا يتشرب لنا من هذاك السائل، وكتولي كلها معلكه بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما وجد الخليط، غنبدا نوضع كميه منه في القوالب ديال السيليكون اللي كنا وضعنا فيهم صابلي من التحت، يعني كيكونوا الدوائر ديال صابلي من التحت. عاد من فوق منهم كنوضعوا الخليط ديال النوكا، وندوزوا للمرحله ديال الطياب اللي مهمه جدا لنجاح هاد الحلوه هذه. يعني هنايا في المرحله الثانيه ما كنشعلوش الفران ديالنا على عافيه مجهده، كنخليوه يسخن على 130 140 درجه كاقصى درجه، يعني 140 ما تفوتوهاش. كتخليو الفران ديالكم يسخن واحد شويه وكتدخلوا ليه الطاوة. هنا بينا النوكا ديالنا طيب، يعني طيب على مهلها، ويجي التحمر ديالها زوين، يعني كما يجي اللون ديالها من الفوق يجي اللون ديالها من الوسط، ما بغيناش انها تشوط لنا من الفوق ومن الوسط تكون باقا بيضه. الا بقات لكم النوكا بيضه من الوسط، عرفوا بانها ما غاديش تجيكم معلكه وما غاديش تجي مقرمشه، غتعضوا فيها وما غاديش تعجبكم. يعني هنا ضروري هذه المرحله ان النوكا طيبوها على مهلها. هنا غنوريكم بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش لي فخوي كونفي او ما كيبغوش الفواكه المعسله، حيت انا في الطلبيات كاين الاغلبيه اللي كيقول لي عافاك ديري لنا هذه النوكا بلا فواكه معسله، انا كنديرها كلها باللوز حتى هي كتجي زوينه، يعني بحال بحال نفس الطريقه ونفس المراحل كلهم، غير هو في عوض انني ندير 150 غرام ديال لي فخوي كونفي كنعوضهم، يعني كنزيد في بلاصه هذيك 150 غرام ديال لي فخوي كونفي كنزيد في بلاصتها اللوز، كندير الكميه كلها لوز. من بعد ما كطيب النوكا كنتسناو عليها حتى كتبرد تماما، عاد من بعد كنحيدوها من القوالب ديال السيليكون، وهذا هو الشكل ديالها. هنا قسمت لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي، لا طابط على خاطرها، يعني كتجي كلها لون واحد بحال الوسط بحال برا، يعني كتجي كلها كما قلت لكم لون واحد.
كنتسناو على النوكا ديالنا حتى كتبرد، من بعد كنديروها في قويعطات لان الكراميل كيكون كذلك من تحت ديال صابلي. هادشي علاش ضروري انكم ديروها في قويعطات عاد تحتفظوا بها. كديروها في بواطه اللي كتكون محكمه الغلق الا بغيتوها تبقى عندكم مده طويله، حطوها في المجمد. بغيتو تستعملوها في الايام يعني الجايه غتحطوها غير في الثلاجه لتحت. بالنسبه للكميه اللي كتخرج لكم هاد العجينه اللي وريتكم انا اليوم، فهي بين كيلو حتى الكيلو ونص ديال صابلي بالنوكا. بالنسبه للثمن البيع انا كنحسبها 185 درهم. كما شفتوا معايا راه فيها بزاف المكونات وفيها بزاف المراحل. الا كنتوا غتخدموها بالزبده سبيسيال وبالعسل الحر هذاك هو الثمن اللي غادي يخرجكم. خليت لكم الراحه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديال لايك الفيديو، خليوا لي تعليقاتكم. بالنسبه لهاد الحلويات اللي في الفيديو غادي نشاركهم معكم كذلك في الايام الجايه ان شاء الله. خليت لكم الراحه والى فيديو قادم ان شاء الله.